بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. الدين يعني أخلاق ومعاملة، الدين يعني التزام واحترام، مش مجرد كلمة مكتوبة في خانة الديانة أو صفة ورسناها والسلام. الدين يعني تراقب ربنا في كل أفعالك وتراجع كل حرف قبل ما تقول أي كلام. الدين درجات ومنازل، المؤمن والمهاجر اللي ربنا هداهم من أمة الإسلام. يا ترى قال عنهم إيه سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام؟ المسلم والمؤمن والمهاجر مين هم وازاي نوصل لأعلى درجات الإيمان؟ ده اللي هنقوله النهاردة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف. فضيلة الشيخ سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بسعادتك وأهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. لو سألت أي مسلم أنت مسلم هيقولك لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله أنا مسلم، ولكن كلمة مسلم هي ليها معنى عميق جدا، كلمنا عنه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم، بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، المصطلحات الأربعة اللي حضرتك تفضلتي بذكرها في الانترو، المسلم، المؤمن، المجاهد، المهاجر، هذه المصطلحات الأربعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في البيان الختامي في آخر كلمة السماء إلى الأرض، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية هذه المصطلحات الأربعة. المصطلح الأول المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم الناس من لسانه ويده. المصطلح الثاني المؤمن، من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. المصطلح الثالث المجاهد، من جاهد نفسه في سبيل الله. المصطلح الرابع المهاجر، من هجر ما نهى الله عنه. هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. تفاصيل. المسلم جاي من الجذر اللغوي سليمة، سليمة يعني من السلامة، وسليمة من السلام. فأنا كوني مسلم أنا يسلم مني كل شيء من أذايا. فالمسلم من سلم المسلمون من لساني ويد، إيش معنى اللسان واليد؟ أكثر الأذى منهم. صحيح، واللسان أكثر. بالضبط، اللسان واليد والاثنين أصعب ما يكون، ولذلك قدمه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فسلم جاي من السلامة، أن يسلم الناس من أذاي. والرواية الثانية عند الترمذي وأصحاب السنن، المسلم من سلم الناس جميعا من لسانه ويده. بل المسلم بجد من سلم الحيوان من لسانه ويده، والمسلم بجد من سلمت البيئة من لسانه ويده، والمسلم بجد من سلمت الطيور من لسانه ويده، والمسلم بجد من سلمت النباتات من لسانه ويده. الشخص اللي مش مؤذي، أي اللي ما بيأذيش حد ولا بأيديه ولا بلسانه، عشان كده اسمه ايه؟ مسلم. الناس منه في سلامة. سلام. ولذلك تلاحظي حضرتك من سلم الناس من لسانه ويده، يبقى لو آذى الناس يبقى عنده إشكالية في إسلامه. طب لو آذى الحيوانات، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيذاء الحيوانات، وأخبرنا إن امرأة دخلت النار لأنها آذت قطة، وأن امرأة بغي غفر الله لها وشكر لها وأدخلها الجنة لأنها سقت كلبا، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ الحيوانات كراسي، ما تقعدش على فرسك والتاني على فرسه ونقعد نتكلم، انزلوا يا أخي وخلوهم يستريحوا. حتى في الذبح أمر السلامة والإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فأنت مطلوب منك حتى مع الحيوانات، حتى مع الحيوانات في اللسان، اوعى تسب الحيوان، اوعى. تخيلي حضرتك ممنوع تشتم الحيوان، انت متخيلة ده؟ طب ما الحيوان مش هيفهم. مش هيفهم، بس انت ما تتعودش على كده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الامام مسلم في صحيحين، ان رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من الانصار، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فركب الانصاري الناقة فتلدنت عليه، يعني تأخرت في انها تقوم، فقال لها بغضب شأ، يعني الكلمة اللي بنقولها للحيوان اللي يستعجل، لعنك الله. يعني قال للناقة لعنك الله. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللاعن بعيره؟ قال أنا يا رسول الله. قال انزل عنها، لا تصحبنا بملعون، لا تصحبنا بملعون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، عسى أحدكم أن يصاب في لحظة إجابة فيستجيب الله له. مش معنى كده ان احنا هنترك اموالنا، لا، ده خاص بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مش معناه انه هيسيب نقته، لا 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 خالص، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو نوع من انواع
الأخلاق، تعويد اللسان على أنه ما يقولش لفظة أو كلمة مش كويس. بالضبط، حتى يسلم الجميع من أذى اللسان وأذى اليد. عشان كده اسمها مسلم. كمان مسلم جاي من السلامة، يعني أن يكون قلبي فيه سلامة، عايش بسلام كده مع الناس. يا أيها الناس ادخلوا في السلم كافة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جاي من سلمة، سليم من الحقد والحسد والضغينة والشحناء والبغضاء. يوم يبقى قلبك أبيض، أبواب الجنة الثمانية كلها مفتوحة لك، وما تزعلش أبدا في أي وقت من الأوقات على أن قلبك كان أبيض معهم وهم كان قلوبهم سودة. ولا تزعل أبدا أن نيتك كانت حلوة وهم نيتهم كانت وحشة، لأنك بتعامل ربنا سبحانه. أنت بتعامل ربنا. لا، وكمان إيه يا فندم، العاقبة لك مهما طال الأمر، والله هينصرك ربنا، انت الكسبان، وهيسترك ربنا وانت الكسبان، ان عاجلا او اجلا، وربنا هيبرد قلبك برؤيه حقك وبيجي لك ثالث ومثالث وانت لا تدري. ما تقلقش خالص، فما تندمش ابدا على بياض قلبك ولا طيبه نفسك ولا سلامه قلبك باي حال من الاحوال. العاقبه لك، لانك من المتقين، والله يقول والعاقبة للمتقين. ولا الناس اللي بتقعد تقول أصل الطيب ده صفة مش كويسة أو الطيب ده عبيط، لأنه العيب مش فيك، العيب فيهم. مظبوط، الطيب إنسان طابت نفسه، الطيب إنسان طاب قلبه لله رب العالمين، حتى من أسماء الله الطيب، ومن أسماء سيدنا النبي الطيب، واسم المدينة طيبة، والثمر لما يبقى حلو بنسميه طاب الثمر. فالطيب من أحلى الأسماء شرعا، ولكن ظلم عرفا، الناس تعارفوا عليه، يا عم سيبك ده راجل طيب، انت كنت تقصد طيب ساذج هذا خطأ، إنما احنا نقصد طيب يعني راجل حلو، يعني راجل محترم، يعني راجل راقي. الطيب راجل مش يقدر يضايقك، بس هو مش هيضايقك عشان ربنا. الطيب راجل رابط أموره كلها بربنا سبحانه وتعالى. الطيب راجل خايف من ربنا. الطيب عامل حساب يوم القيامة. الطيب عايز يدخل الجنة. انت شايفه ساذج، انت براحتك، لكن الطيب رابط أمره بالله رب العالمين. يبقى انت عشان تبقى مسلم انت محتاج قلبك يبقى سليم. عشان تبقى مسلم المادة اللغوية والجذر اللغوي سلمة، جاء من التسليم، سلم نفسك. وانا لما سلم نفسي انا مش محتاج ان انا تقول لي اقنعني، انا مسلم نفسي لله رب العالمين. والتسليم مش محتاج اقتناع. يعني تخيل حضرتك لو ان واحد هربان من الشرطة، تمام، واحاطوا به وهم مدججين بالسلاح وهو لا سلاح معه، واعزل واحاطوا به من كل مكان، مش عايزين يأذوه، عايزين يقبضوا عليه بس. فالضابط بيقول له سلم نفسك، فحط ايديه في النص وقال له اقنعني. تخيل ده. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هي دي، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. حتى لو رأيت ما لا تفهمه، حتى لو رأيت ما لا تعلم حكمته، حتى ما لو رأيت ما في ظاهره شر في أكثر من الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. حتى أنا عشان مسلم لازم أصلي وسلم على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من هنا نفهم يعني ايه مسلم. هي دي بس ولا في صفات تانية لابد انها تكون موجودة في المسلم؟ يعني نقول دلوقتي ولا بعد الفاصل؟ لا نقول دلوقتي. الرسالة الاسلام، بص حضرتك لما نيجي للتحرير اللغوي، مصطلح الاسلام والايمان قرينان، اذا اجتمع افترقا، واذا افترقا اجتمع، هم اخوات بمعنى. وفي فرق بينهم وبين بعض طبعا. انا مدير ومعي نائب، احنا الاثنين موجودين في الشغل، يبقى انا ليا دور وهو له ايه؟ دور. طب انا سافرت في مهمه هو ينوب عني، يبقى لما احنا نبقى موجودين كل واحد يبقى له ايه؟ دور. طب لو غاب واحد فينا، اللي موجود بيسد عن الاثنين. لو انا ارسلته النائب الى مؤتمر وانا موجود، هسد مكانه ولا لا؟ ايوه. الله ينور. مين الإسلام بقى، المدير ومين النائب؟ الاسلام المدير الايمان.
ومعه الإسلام. فالإسلام أول درجة. تلاحظي حضرتك الإسلام لما اجتمع مع الإيمان في حديث جبريل المشهور اللي في الصحيحين، جبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، جه سيدنا جبريل قال له ما الإسلام يا رسول الله؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال صدقت. قال ما الإيمان؟ أعلى شوية. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. قال له صدق. قال وما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تلاحظي هنا في الحديث لما الثلاثة جم مع بعض كل واحد فيهم عبر عن حاجة معينة. تلاحظي أن الإسلام أمر ظاهري والإيمان أمر باطني والإحسان أمر شعائري. تلاحظي أن الإسلام أفعال والإيمان أفكار والإحسان مشاعر. وكل واحدة من دول بتمثل علم من العلوم. فالإسلام لما نروح على العلم الذي يضبط أفعال المكلفين الفقه، الإيمان لما نروح على العلم الذي يضبط أفكار المكلفين العقيدة، لما نروح على الإحسان العلم الذي يضبط مشاعر المكلفين علم التزكية وعلم أعمال القلوب. طيب خلي فضلت الشيخ، كنا قبل الفاصل حضرتك بتوضح الإسلام والإيمان والإحسان. مظبوط يا فندم. احنا قلنا الإسلام أفعال، الإيمان أفكار، الإحسان مشاعر. الإسلام أفعال ظاهرية فتلاحظي فيها نوع من التسليم. الإيمان أفعال قلبية فتلاحظي فيها نوع من التصديق. الإحسان مشاعر فتلاحظي فيها نوع من المراقبة. حكاية كبيرة جدا. طب فسرها لنا كده بالمعنى. أنهي مصطلحات دي ولا التانية؟ ما انت كده عندك سبع مصطلحات. احنا كده عندنا كتير قوي. ان شاء الله نحق نقولهم. لا، اللي احنا بنتكلم فيه الـ 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 الإسلام والإيمان والإحسان، وحضرتك فسرت وقلت معاني ليهم. خلينا نتكلم في المعاني زي بلغتنا احنا، بلغة الناس اللي هي ترجمتها على أرض الواقع. بلغة الناس الإسلام بيقول لك سلم أمرك لله وانقاد لشريعة الله. فبيقول لك قل لا إله إلا الله، تقول له حاضر. بيقول لك صلي، يلا نصلي. بيقول لك زكي، يلا نزكي، بدون ما تدخل في تفاصيل وأسئلة. أيوة، زي إيمان أمي وأمك وجدي وجدك، زي إيمان البسطاء العوام، إيمان الفطرة. حرام يبقى حرام، تمام؟ حرام. من غير ما أقول بقى طب هو حرام ليه؟ كان عشان في بعض الحاجات أنا نفسي بيبقى في بعض الأسئلة ببقى يعني ببقى عارفة أنه في حاجات ما ينفعش تقول لربنا فيها ليه؟ عشان ايه؟ شوفي حضرتك، الدين الإسلامي ينقسم إلى قسمين، تعبدي ومعقول المعنى. الدين الإسلامي شيء تعبدي وشيء معقول المعنى. الظهر 4 ركعات، هل عندك علة؟ المغرب 3، هل عندك سبب؟ دي سرية ودي جهرية. عندك سبب، وده نص جهري ونص سري. عندك سبب، طوف حوالين الكعبة. عندنا علل وأحكام كتيرة، لكنه في الأول والآخر تعبدي تسليم. إنما لما بيقول لي زكي، أنا عارف أنا بزكي ليه؟ لما بيقول لي بر والديك، أنا عارف بر والدي ليه؟ لما بيقول لي صل رحمك. فالدين الإسلامي بين معقولية المعنى والتعبدية. والتعبدية علامة على التسليم، حتى لو أنا مش فاهم الحكمة. أنا بتيمم ليه؟ يعني أنا لو ما لقيتش المية قطعة وما فيش مية والأذان بيأذن، وهفترض إن أنا دورت على المية في كل ناحية وفي كل حتة ما لقيتش، فبيقول لي اعمل ايه؟ اتيمم. اتيمم يعني ايه؟ تعالى على الرمل او على التراب وتيجي ضرب بايدك كده وتيجي منفضها ومسح وشك. تيجي ضرب ضربة تانية ومنفض ايدك ومسح ايديك وصلي. ليه؟ معرفش. طب انت العدة ليه؟ بس احنا بنبقى فاهمين ان ده لأهمية وخطورة ترك الصلاة. علة التيمم ايه؟ ما بنسألش. بالضبط. النظافة. طب انا حالي قبل التيمم احسن من حالي بعد التيمم. طب المسح على الخف ليه؟ ولما بتيجي تمسح الخف تمسح من فوق مش من تحت. من تحت ليه؟ طب انا الست لما بتطلق من زوجها بتقعد 3 شهور ليه؟ هتقول لي براءة الرحم. في نفس اليوم اللي اتطلقت فيه هتروح تعمل تحليل، هتعرف اذا كانت حامل ولا مش حامل. ملوش دعوه. سمعنا واطعنا، ده اسمه الاسلام يا فندم، التسليم لامر الله رب العالمين. له حكمه سواء علمتها او لم اعلمها. لله ولكن واجب علي التنفيذ. بالضبط. سمعنا واطعنا، سلم الامر تجدنا نحن اولى بك منك. هو ده.
فانا محتاج ان انا ابقى مستسلم لامر الله. وخلي بال حضرتك التسليم من اعظم مقامات الاسلام. ان انا مسلم لامر الله، اعطاني انا مسلم، اخذ مني انا مسلم، انا راضي انا مسلم، عندي يقين، انا عندي، انا واثق فيه. مش هو افعاله حكمه؟ طب وصفاته رحمه؟ تمام. ولم يخلقنا عبث؟ ولا يريد ان يؤذينا؟ يبقى خلاص ليه التسليم كله؟ بس كده. ولو كشف الله لنا الغطاء عن قضائه وقدره وحكمته ما اخترنا الا ما اختاره طبعا الله. طبعا اكثر حاجه تعينني على التسليم اليقين. صحيح. اليقين، خلي بالك من الجمله، اليقين بان ما اختاره الله لنا هو أفضل شيء لنا، هو سر سعادتنا في الحياة دنيا وآخر. اليقين بالله ربنا سبحانه وتعالى كتبه لنا. الله ينور. سمع ليه؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طب اليقين ده درجة من درجات إيه؟ الإسلام ولا الإيمان؟ ده اليقين من درجات الإيمان. وخلي بال حضرتك هو اليقين يأتي من الإيمان، ولأنه ثلاث درجات، يا إما علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. علم اليقين أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك جنة. أنا مصدق سيدنا النبي، علم يقين. طيب جينا يوم القيامة شاور لي سيدنا النبي على الجنة، بقى ده اسمه عين إيه؟ عين اليقين. أنعم الله علي بفضله ورحمته وأدخلني الجنة، أول ما دخلت الجنة بقى اسمه إيه؟ حق اليقين. الله ينور. خلاص كده اكتملت الصورة. شيخي بيقول لي أنا عندي في البيت عسل أبيض، ده علم يقين، أنا مصدق شيخي. أخذني من يده ورحنا البيت، شفت العسل بقى اسمه عين اليقين، دقته، قلت له يعني هشوفه بس ما تديني دوقني بس طلع حاضر بقى حق اليقين. الله ينور على سعادتك. يبقى أول درجة وأول مصطلح لازم نبقى فاهمينه مصطلح الإسلام، ومنه الاستسلام، واستسلام الكون كله لله رب العالمين، وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض. أعلى منه شوية يروح على القلب الإيمان. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. أركان الإسلام خمسة، أركان الإيمان ستة. نقول تاني؟ نقول أركان الإسلام خمسة، أركان الإيمان ستة. أركان الإسلام الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج، كده خمسة أركان الإسلام. الإيمان ستة، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ستة. يبقى أركان الإسلام خمسة، أركان الإيمان ستة. خدنا من الإسلام الجذر اللغوي سليمة، ناخد من الإيمان الجذر اللغوي أمنة. أمن من الأمان، أمن من الأمان. فالمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. يعني المؤمن مش خاين، يعني المؤمن مش غدار، يعني المؤمن مش نصاب، يعني المؤمن مش دجال، يعني المؤمن بجد ما يبصش على عورة الناس، المؤمن بجد ما يبصش على عرض الناس، المؤمن بجد ما يبصش على عربية غيره، ولا يبص على بيت غيره، ولا يبص على عمل غيره. طب لو صفة من الصفات دي في حد يبقى كده هو مش مؤمن، ولا لم يكتمل إيمان؟ لم يكتمل الإيمان. لم يكتمل الإيمان. فدايما بيبقى نفي صحة لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني لا يؤمن إيمانا كاملا. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. ده مش نفي صحة، ده نفي كمال، يعني والله لا يؤمن إيمانا كاملا. لا إيمان لمن لا أمانة له. فالإنسان اللي ما عندوش أمانة وخاين إيمانه مش مكتمل. ولا دين لمن لا عهد له، اللي ما عندوش عهد ومش وفي بالكلمة يبقى عنده مشكلة في إيمانه. يبقى أنت مؤمن يأمنك الناس، أنت مؤمن أنت بتصون حرمات الغير، أنت مؤمن بتحافظ على أموال الغير، أنت مؤمن لا تنظر إلى عرض الغير. لو ما فيكش دول يبقى أنت عندك مشكلة في إيمانك. طب أنت مؤمن، أنت صادق، لأن الإيمان جه في القرآن الكريم إما بمعنى التصديق وإما بمعنى الأمانة والأمن.
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. آمنهم هنا إيه؟ ضد الخوف من الأمن. طيب قال الله عز وجل حكاية عن الأصباط ولاد سيدنا يعقوب لما أخذوا سيدنا يوسف وألقوه في الجب، وما أنت بمؤمن لنا. بمؤمن لنا يعني بمصدق لنا، فالإيمان يأتي منه الصدق. يبقى المؤمن صادق، يبقى المؤمن صادق. الكذاب عنده مشكلة في إيمانه، ولذلك لما سئل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبان؟ قال آه ممكن يبقى جبان. أيكون المؤمن بخيل؟ قال آه بخيل. أيكون المؤمن كذبا؟ قال لا يكذب المؤمن أبدا، ده الكذب من آيات المنافقين. فاللي كذاب ده عنده مشكلة في ما المؤمن. ينفعش أساسا يبقى مؤمن وبيكذب، ده مستحيل، وما تعرفش تتعاملي معاه. أنا ما هعرفش أتعامل مع الكذاب خالص بأي حال من الأحوال، لأنه أي حاجة بيقولها مشكوك فيها طبعا، ده أزمة. حتى ولو كان صادق ما هو خلاص عودني على أنه بيكذب. بالظبط، فدي مشكلة كبيرة جدا. فأنت كونك مؤمن يبقى أنت يأمنك الناس، كونك مؤمن يبقى أنت صادق، دي نقطة مهمة جدا، ده أساس الإيمان. يبقى أساس الإيمان الأمن والصدق، أن يأمنك الناس، الناس كلها أمن غدرك، أمن خيانتك، أمن أذاك، يبقى أنت مؤمن بجد، وفي نفس الوقت أنت صادق، يبقى أنت مؤمن بجد. طب المصطلح اللي بعد كده المجاهد. المجاهد احنا دايما اول ما نقول جهاد يبقى احنا نتخيل الحروب الله ينور على سعادتك، بالعكس ده جهاد النفس اقوى من جهاد الحرب، والجهاد بالقرآن الكريم اقوى، لانه اصلا كلمة المجاهد جاية من الجزر اللغوي جهد، جهد يعني بذل الجهد، فالعلم جهاد والقرآن جهاد والدعوة الى الله عز وجل جهاد، والسعي على اولادي ولقمة عيشي جهاد، وان انا امنع نفسي عن الشرور جهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله، لأنه أصعب عليك من الشيطان نفسك يا ابن آدم. طبعا. احذر نفسك، فوالله ما أصابك بلاء قط إلا منها، ولا تهادنها، فوالله ما أعزها من لم يزلها، ولا جبرها من لم يكسرها، ولا أمنها من لم يخوفها، ولا أراحها من لم يتعبها. ما تلومش بقى نفس، ما تلومش حد ولا تلوم نفسك، لأن نفسك هي اللي اتبعت الشيطان، هي اللي مشيت معاه. بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لسعادة الأبد، وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة. فالموضوع كل صبر ساعة، لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال، لا يدرك المجد إلا سيد فطن، لما يشق على السادات فعال، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. تهون علينا في المعالي نفوسنا، بنسهر ونتعب نشرب المر عشان تصل إلى معالي الأمور. بس حضرتك هو الموضوع كله صبر ساعة، يعني إيه؟ هي الدنيا كلها إيه؟ الدنيا ساعة فجعلها طاعة، هي دي بس. الدنيا ساعة ويوم يبعثوا، تقصد مش الساعة بمعنى الساعة عندنا، مدة زمنية، تقصد المدة الزمنية نصبر فيها، بتكون نتيجتها إيه في الآخر؟ هو القرآن قال كده، قال كأن لم يلبثوا إلا ساعة. أيوه. القرآن نفسه استخدم كلمة ساعة كمدة زمنية للدلالة على سرعة مرور الدنيا. الدنيا ساعة فجعلها طاعة، والدنيا مكان امتحان، وحياتك لسه ما بدأتش. تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر، والحسناء الجنة. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم، هي موت ولا أكتر. أموت وأنا واقف على رجلي، صح. أموت وأنا أسد، أموت وأنا بجري على معالي الأمور، لست راضيا بالخمول. دور على راحتك في النهاية، لأن هي دي الحياة الأبدية. بالضبط، والراحة الحقيقية الراحة بعد التعب، بعد تعب الدنيا نستريح عند الله عز وجل. لما ماتت واحدة ست، فواحدة بتقول ماتت واستراحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستريح من غفر له. المصطلح الرابع والأخير المهاجر. عايز تبقى مهاجر؟ عايز تأخذ أجر الهجرة لغويا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فكل إنسان ممتنع عن معصية الله ده مهاجر، لأنه هجر المعصية إلى الطاعة. كل من هجر السلبية إلى الإيجابية مهاجر، كل من هجر الكسل إلى النشاط مهاجر، كل من هجر الجهل إلى العلم مهاجر.
انتوا فاهمين الهجره ازاي؟ بنفهم معاني الكلمات، بناخد الكلمه ونفهم منها معنى واحد بس. لا، وهي تشمل معاني كتير جدا. ما هو ده عمق المصطلح في حياتنا. ده عمق المصطلح يا استاذه لمياء، لانه المهاجر بجد اللي يهجر كل شيء سلبي الى كل شيء ايجابي، كل شيء شر الى كل شيء خير. هو ده المهاجر بجد. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. عند الحديث عند الإمام مسلم من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إليه. يعني عايز كأنك تاخد كأنك مهاجر لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل حضرتك أعمل إيه؟ عبادة في الهرج. عبادة فين؟ يعني إيه؟ الهرج ألف لام ه ر جيم والراء عليها سكون. الهرج اللهو والفتن والقتل. الناس ملهية في حاجة مش شرط تكون حرام. الناس مثلا ملهية في نهائي حاجة عالمية، ما بقولش حرام، الله يسعد الناس، وأنا بتفرج معاهم وأنا بشاهد معاهم وماله، ما دام شيء ما بيغضبش ربنا. لا ما بيغضبش ربنا إن شاء الله، بس أنا في وسط ده بذكر ربنا. أيوه. بدعي ربنا. جيت في وقت مستقطع كده، جيت مصلي لركعتين، جيت مسبح 100 مرة، جيت مستغفر 100 مرة، جيت داعي ربنا سبحانه وتعالى. زي التسبيح وذكر الله في الأسواق. طبعا. ما هو سيدنا النبي قال كده: العبادة في الهرج كهجرة إليه. أيها المهاجر اهجر ما نهى الله عنه. سيدنا النبي قال لنا ده ليه أجر وثواب أكبر. ده طبعا، لأنه خلي بالك لأنك في فترة المفروض إن هي بتلهي البني آدم، فأنت في عز اللهو اللي أنت فيه فاكر ربنا سبحانه وتعالى. شوفي حضرتك، شوفي صيامك في شهر رمضان وصيامك في غير رمضان بيبقى عامل ازاي. صيامك في شهر رمضان حلو وعلى قلبنا زي العسل، ولي بهجة وفرحة واحساس واستشعار بالمعاني، لانه كله ايه، كله صايم في وقت واحد، المحيط كله بيعينك. طب انت صايمة وكل اللي حواليك مفطرين، بيبقى الموضوع ايه، تقيل. اهو ده بقى معنى الغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون أو يصلحون إذا فسد الناس. والله إحنا ديننا جميل. فضلة الشيخ، مبادرة افتح دولابك أنا أعتقد أنها انطلقت من عندنا. إحنا بدأناها واقترحتها حضرتك في الحلقة معنا، أنه كل حد فينا يفتح دولابه، مش دولابه بس، يدور في كل أركان بيته على كل حاجة هو ممكن يكون حاططها ما بيستخدمهاش، هي واخدة مساحة عنده وما بيتمش استخدامها ولا الانتباه ليها أساسا. ممكن تكون أنت مش محتاجها بس غيرك فأحوج الحاجة ليها. الله يا أستاذ لمياء، أنا قلتها لأن أنا برحمة ربنا من فترة طويلة بطبقها. كنت قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام، حديث عند الإمام أحمد في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجد ثوبا فلبسه. استجد يعني اشترى ثوبا جديدا، فقال: حينما يبلغ طرقوته وبيلبسه كده: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في الناس، بحمد ربنا على هذا الثوب اللي بيسترني، ربنا جعله سبب. ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق، يعني أتيت بالجبة دي جديدة، فعندي جبة تانية أقدم منها شوي، بس لازم تكون مقطعة يعني، لا أقدم شوي. تمام. فتصدق به، كان في جوار الله وفي كنف الله وفي حماية الله، حيا وميتا حيا وميتا حيا وميتا. حديث ده عجبني قوي، حديث رواه الإمام أحمد في مسنده، فقلت أعمل بيه. فصار بقى دخلة جلبية جديدة تطلع جلبية واحدة تانية، هو كده وطلع جديد وماله، بس دي مبادرة حلوة، افتح دولابك. فبدأت أجربها أنا وولادي، لقيت لها طعم وبركة غير عادية. جبة دخلة جبة طلعة، عمة دخلة عمة طلعة، جلبية دخلة جلبية طلعة، بنطلون داخل بنطلون خارج، هو كده. يلا وتفرج على البركة، افتح دولابك وافتح دولاب أولادك، تفتح لك أبوابك، تفتح لك أبواب الخير، تفتح لك أبواب البركة. وما تكسلش، يا ما في حاجات احنا ركننها ومكسلين، نزل شنطة مليانة فوق الدولاب صغرت على الأولاد، دور وطلع واركن. وبمعرفة ولادك، هات ولادك كلهم وتلموا حوالين الشنطة، أو خلي كل حد من ولادك يطلع هو بنفسه الثياب اللي عايز يطلعها في سبيله. ليها احساس. ولما نعلم ولادنا من وهم صغيرين ان يا حبيبي او يا حبيبتي الحاجه اللي عندكم انتم مش محتاجينها، في غيركم من اخواتكم محتاجينها، وانه ده ليه اجر وثواب كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. زرع الخير في قلوب ولادنا بيريحنا كتير جدا.
أنا هقول لحضرتك وأنا مقسم بالله إن إحنا لما بندي الفرصة لأولادنا بيبدعوا أكتر مننا. طبعا. ممكن أقول إيه؟ طب خلاص إحنا هنجمع دول نطلع. لا يا بابا، إزاي نطلعهم كده؟ أمال إيه؟ لا هنغسلهم وأنا أكويهم وأنا أحط لهم برفان وأنا أجيب أكياس. الله، يلا تمام. فنتدي الفرصة لأولادك هتلاقيهم هم نفسهم بيبدعوا. ترجعي آخر النهار تلاقي الموضوع مختلف تماما، كل قطعة كده مكوية ومتطبقة، محطوط لها برفان، محطوطة في كيس كده بشكل شيك. ولما نزرع ده في قلوبهم وهم صغيرين كمان، هم الأطفال هيبقوا حابين ده، فهتلاقيهم طالعين بعد كده هم نفسهم بيعملوا ده من غير ما حد يقول لهم. اقترح. اقترح ان تخلي الاقتراح بتاعهم، يعني انا اخد رأيهم، اعمل ان انا باخد رأيهم. ايه رأيكم نعمل كذا ولا ايه؟ ايه رأيكم ولا بلاش نكون محتاجينها؟ انا بعلمهم، انا بعلم ولادي الحكمه والحرفه في توصيل المعلومه وفي اقتراح شيء انا عايزاهم هم اللي يعملوه. الله ينورك. تخيل حضرتك لما سيدنا ابراهيم: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. هو سيدنا ابراهيم لو ابنه اسماعيل قال مش موافق كان هيقول له خلاص مش اذبحك، هيذبح. امال هو هينفذ امر ربنا؟ استئذان. هو بيستاذن ليه؟ عشان يعلم ابنه التسليم، يعلم ابنه الصبر، المستجدوني إن شاء الله من الصابرين، يعلم ابنه العبودية لله عز وجل، يشرك ابنه معاه في الأجر. فأنا عايز أشرك أنا أولادي في الأجر. علموا أولادكم يستقبلوا الضيوف، علموا أولادكم ياخدوا قرار في حياتهم، علموا أولادكم إزاي يقرروا وإنت توافق على القرار، فأنت بتبني بني آدم. صحيح. فيلا نعلم أولادنا مبادرة افتح دولابك، ونقول لهم كده جمعية البر والتقوى عاملة مبادرة حلوة قوي والسبب فيها الشيخ رمضان. أيوة. ديك الأجر والثواب يا فضيلة الشيخ. يا رب يا رب إن شاء الله يتقبلها. إن شاء الله. جمعية عظيمة والله فعلا. شوفي تطورهم، ياخد كلمة بمبادرة. إيه العمل ده؟ إيه النشاط ده؟ إيه الاستيقاظ ده؟ إيه التركيز ده؟ إيه الانتباه ده؟ ده شيء عظيم جدا. وبيدور على الحاجة اللي انت مش عايزها هتنفع غيرك. طبعا. ده حاجة عظيم. خلي بال حضرتك من الحاجات اللي بتحتاج مجهود جامد قوي 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 الـ 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 الصدقات العينية. لان في مثلا حد مطلع طقم كراسي متبهدل فبيعيدوا تنجيده. بالظبط. متخيلة بقى كام طقم يعاد تنجيده. في بعض الـ 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 الملابس مفكوكة ففي بيبقى فيه ترزي يعيد تأهيلها ويعيد تجميلها، وبعدين فيه مكان تتغسل وتتنظف عشان تليق بأسيادنا الفقراء. فعمل عظيم جدا عشان تبقى مطلع صدقة من أفضل شيء موجود عندك، اللي تقبله على نفسك هو اللي تقبله على غيرك. ملف المياه داخل جمعية البر والتقوى المصرية ملف مهم وعظيم جدا جدا، هما بيشتغلوا عليه تقريبا طول السنة. مظبوط. هي الجمعية البر والتقوى جمعية منظمة جدا، عمل مؤسسي قوي جدا، عمل جماعي منظم قوي، ملفات والملفات فيها بحث ثم تنفيذ ثم متابعة وصيانة، شيء عظيم جدا جدا. من أعظم هذه الملفات ملف المياه، محطات وآبار وتوصيلات مياه، محطات تحلية كتير، الآبار النقية، لانه هم شافوا القران الكريم قد ايه اهتم بالميه وقد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيجعل من الماء الكائنات كلها حيه. قال الله عز وجل: واجعلنا من الماء كل شيء حي. والميه تنزل من السماء الى الارض تحيي الارض بعد موتها، سبحان الله. فكيف بالنفس؟ يعلمون ذلك، يعلمون ان الله عز وجل قال: افرايتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. يعلمون قيمة أنك تسقي حد كباية مية، يعلمون أن في كل كبد رطبة أجر. فملف المية بكل مشتملاته في جمعية البر والتقوى ملف جدير بالاهتمام وجدير بالدعم بزكوات جارية، يعني ينفع أطلع الزكاة الجارية في المية بكل أنواعها، والصدقات الجارية بكل أنواعها، بل هي من المميزات. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصدقة قال: سقي الماء. يلفت نظرك أن الإنسان فينا في الصيام أول حاجة بيجر عليها إيه؟ المية. الأكل مش مهم، الأكل بالضبط. مجرد ما أكل أو أخذ بعض تمرات فشرب ثم شرب ماء خلاص. وربنا سمى الماء طعام، يعني المية في القرآن الكريم
سماها طعام، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فسمى المية طعام. أنت تصبر على الجوع ما لا تصبر على العطش. صحيح. وأبواب الجنة المحدودة الثمانية من أحسن الأبواب وأفضل الأبواب، باب اسمه باب الريان، ما سموهوش باب الصائمين، ده سماه الريان، كأنه أنت بتعطش أنا هرويك، أنت بتسقي الناس أنا هسقيك. كل شربة ليها أجر وثواب كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. في كل كبد رطبة أجر. حتى حضرتك شفتي يمكن جدتك لما كانوا يضعون الأواني المليانة بالمية في البلكونات. على البلكونات عشان تأتي الطيور فتشرب، ده لي أجر وثواب كبير. طبعا في كل كبد رطبة الأجر، ده النملة لو شربت لك أجر وثواب، فكيف بالطائر الذي يطير. فمن أعظم الزكوات الجارية والصدقات الجارية والصدقات العادية ملف سقي الماء في جمعية البر والتقوى. قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. على حبه، الهاء دي عايدة على مين؟ على حب الله ولا على حب سيدنا النبي الآمر أيضا بإطعام الطعام ولا حب إطعام الطعام ولا حب إيتاء المال ولا حب أسيادنا الفقراء؟ كله. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. تلاحظي مسكينا ويتيما وأسيرا. تلاحظي مسكينا ويتيما مسلمين، طب والأسير غير مسلم. فانت اطعم، اطعم كله، اطعم الفقير والغني، ما تبصش هو ايه وهو مين، طبعاً دي مش بتاعتك بقى. طبعا اطعم اطعم، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. تخيلي، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. لأنك ما بتعملش فرد ولا بتعامل بني آدم، أنت بتعامل ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ما تبصش لأي شيء تاني بقى. تلاحظ ربنا يقول يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، فكأنك لن تجد الأجر إلا عند الله رب العالمين. ربنا يتقبل من الكل. نورتني يا فضيلة الشيخ، بشكر حضرتك. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت وكان لي عمر اشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله. سلام عليكم. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين: تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو انا عايز ايه؟ ده جماع لخيري الدنيا والاخره. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الاخره. خلاص. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على